إما خروج قطعا. هذه المظاهرات قد أبلغت فيها ما يريد الناس أن يبلغوه من رسائل. وعلى نفس الجرم ولنفس الجاني. قم يا عبد الحي قلنا من هذا الجانب. قال ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في هذه الساري، قال: والقعدية قوم من الخوارج يزينون الخروج ولا يرونه. المساجد ما جعلت للهتاف وما جعلت للصيحات. ذا الحيوسف الجمعة الماضية أقام جمعة، هذه الجمعة كعادته وكعادة الإخوان المسلمين، يعني كما أصل أو كما ذكر شيخهم الأكبر حسن البنا: فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأخ المسلم بتلقاه مرات بتاع ترضيات، بيجي للصوفية بيتبسم لهم، بيجي للسلفيين بيتبسم. زي واحد أخو مسلم جابوه، قال جايبينه صورة وصوت، قال: أنا طبعا أصحابي من الصوفية وبيجاي من السلفيين. قال: بمشي مسجد السلفيين بتملي عقيدة تمام، وبمشي مسجد الصوفية بتلفت كان ما في سلفي باخذ لي معه النقزة نقزتين وبمرق. والله الذي لا إله غيره، صورة وصوت. هسه أنا بمشي لما ألقى وقت بمشي لجماعة أنصار السنة المحمدية، أملي حق عقيدة وأشحن بطاريتي للنهاية، وبعدك مش الصوفية وأقعد معاهم، ولما يعملوا الذكر بتلفت كان ما لقيت لي أنصار السنة بأخذ لي نقزة نقزتين معاهم وأملى بطاريتي وبرضو أطلع منهم، ما في مشكلة يا إخوان. ده أخو مسلم. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال: قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أبغزوا الحق عديل كده. عبد الحي يوسف اردم الحاكم بجنبه، الشعب يتكيف. ومن عجز عن مواجهة هذه الأزمات فليخلي المكان إلى غيره، ما ينبغي له أن يتشبث بمنصب هو عاجز عن الوفاء بمقتضياته. بعد شوية قاموا عليه، يعني كأنه انتوا ما تهيجوا وبجنبه يهيج، وده جماعة من التناقض. والله سبحانه وتعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مسجد بعد الخطبة انتهت يوجه رسائل للراعي ورسائل للرعية والحاكم والمحكوم وكذا، بعد انتهت الخطبة قام واحد قال لي: يا عبد الحي قول الحق. وعلى نفس الجرم ولنفس الجاني. قم يا عبد الحي قلنا من هذا الجاني. والحق دي طبعا كلمة، لكن كثير من الناس إذا قال الحق ولم يوافق الحق هوى الناس فإنه يعتبر الحق باطلا والباطل حقا. بعد شوية الجامع شنو؟ هاج مصور صورة وصوت، وطبعا قال دي قلة، قال الهاج ودي الناس بسيطين. قال: قام أحد الناس وتكلم بكلام ثم شرع هو ومن معه من قلة قليلة. والمسجد قام تحت وناس من فوق، ناس بيصوروا وناس شغالين، تسقط 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 تسقط. الرد علي عبد الحي وين وفي شنو؟ الحاجة الأولى يا جماعة، الزول قال المساجد ليست لهذا الأمر، التهييج ولا شغل السياسي. المساجد ما جعلت للهتاف وما جعلت للصيحات بتأييد موقف سياسي أو معارضته، وإنما المساجد لبيان حكم الله. شوف تناقضه، مش قال لبيان حكم الله وما يجيبوا فيها شغل السياسة وكذا وكذا وكذا، في نفس المنبر وفي نفس المسجد عبد الحي تكلم عن السيسي وقال: الله تعالى الذي أهلك فرعون والطغاة قادر على أن يهلك هذا السيسي وأعوانه، أسأل الله وكذا وكذا، ودع على السيسي. الله جل جلاله الذي أخذ الفراعنة والجبابرة والطواغيت ممن لم يبعد عهدهم وإنما أمرهم قريب،
قادر على أن يأخذ هذا السيسي وأعوانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونحن في يوم الجمعة ولعلها ساعة الإجابة أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. السيسي ده حاكم ولا ما حاكم؟ ولا عشان شال الإخوان المسلمين يا أخو يا مسلم؟ دي نمرة واحد خدتها في تناقض الرجل ده. اثنين، انت بتتكلم عن الحاكم في المنبر وتوجه رسائل له وتقول الحاكم وكذا ورسائل كلهم، وهذا المواطن والسكن والراحة والغلاء، وأنت مأجور وجيب له قصة، وفي نفس الوقت لما نهيجه تبقى لك حارة ليه؟ قال ابن حجر العسقلاني في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في هدي الساري، قال: والقعدية قوم من الخوارج يزينون الخروج ولا يرونه. ما بشيلوا السيف لكن بيتكلموا شنو؟ ويزينوا في شنو؟ في الخروج. ده عبد الحي يوسف. طيب، وقال الواجب انه المساجد ما ترتفع فيها الاصوات والهتاف والاشياء دي والصياح، والواجب على الناس تنزيه المساجد عن الخلافات وكذا 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 الى اخره. طيب، عشان تعرف النازل ناس بتاع اللخبطه، مهران ماهر ده طبعا مع عبد الحي يوسف قبل فتره يتكلم في الوزير، وزير الصحه، وهاج وجاد وكذا وكذا، وتهيج شديد جدا لما جاء حصلت الهيجه في مسجد عبد الحي يوسف الكذب فيه، قال الناس الهاجوا شويه ما شويه. قام احد الناس وتكلم بكلام ثم شرع هو ومن معه من قلة قليلة: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قام وشفناهم صورة صوت بيجيبوها لك بعدين شوف. صورة وصوت قاموا تسقط تسقط جوا جامع، لأنه جامع يربي على الخروج ويربي على المنهج المنحرف. ده عبد الحي يوسف ذاته. مهران ماهر ده اللي يتكلم في الوزير جاء أصل لعبد الحي يوسف. فده كله يا جماعة شغل بتاع لخبطة، والشغل ده ما بتاع ناس عبد الحي براون. لخبطة دي والتناقض وكذا، حتى الهواري سألوا عن المظاهرات طبعا قسمها. أنا لقيت كلام شيخ مزمل ده حق في الرجل، عارفين إنه أصلا هو منحرف لكن شغل أقسمها، حتى المظاهرات قسمها. قال في ثلاثة حلال، قال في ثلاثة، قال دي ما من الخروج بغض النظر عن مدحها ولا زمها ولا جائز ولا ما جائز. هذه أنواع الثلاثة ما خروج كما هو ظاهر، وقولنا ليست خروج لا يعني مدحها ولا جواز. وطبعا ما زول بتاع لخبطة نازل يخطون خطى الإخوان المسلمين ولا يعترفون بأنهم على خطى الإخوان المسلمين، شغل باركوع. قال إذا زول مرق مظاهرة مرقت لتأييد الحاكم، قال دي لا شك أنها ليست من الخروج. دي مظاهرات لتأييد الحاكم، ودي ما خروج الحاكم واضح. المظاهرات جاءت من وين؟ من بلاد الكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، والحاكم يؤيد بوسائل الكفار. يعني ده أول وقفة يا الهواري وكذا. واحد. اثنين، قال المظاهرة الثانية الما من الخروج، قال إذا خرجوا وما حرقوا اللساتك ولا كذا ولا كذا، لكن عندهم رسالة داير ومذكرة باللفظة، قال مذكرة داير يوصلوها لشنو؟ للحاكم. ده ما خروج. وإذا خرجوا ما قسم لي ثلاثة، وإذا خرجوا ودارين رفع الأجور يرفعوا لهم المرتبات لكن ما طالبوا بإسقاط الحاكم، ده برضو ما من الخروج. في مظاهرات مطالب للحاكم، يعني الذين يظاهرون لا يحرقون ولا يتلفون ولا ينادون بإسقاط الحاكم، لكنهم يطالبوا بشيء، مسيرة، يسلموا مذكرة، عندهم طلب معين، أجور، رواتب، تحسين، أشياء كذا.
ليست خروج. يا جماعة ده سي عالم، ده ابن عثيمين السودان، ابن عثيمين الأصلي، ما المزور زيك انت يا بليد. الأصلي قال المظاهرات السلمية ما بتجوز، باطلة حرام. قال إذا شاء المذكرة دار توصلها للحاكم، ولا دارين يرفعوا دارين الأجور يزيدوها لهن أو كذا، ده ما من الخروج، ده من الخروج. أنت ما جايب خبر، ده من الخروج يا مسلم. ما أقول لك أنت تعال خش في الشغلة دي، ما عارف أنت تعال يا أخي خش في المعهد يتعلم، ساوي إنك قال دكتور ورئيس المجلس العلمي وبلبلة، ده من الخروج، من الخروج. الدليل عند ابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيدي وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. كونه التدار يزيد لك الأجور معناه الحاكم منقص الأجور، دار تنصح ولا ما دار تنصح؟ دار تنصح. كونه كتبت له مذكرة، المذكرة دي فيها نصح ولا ما فيها نصح؟ وتمشي مظاهرة للقصر الجمهوري تديها له، ده نصح ولا ما نصح؟ وده في العلن، خليه نصح في العلن، وما مذكرة في العلن ولا ما في العلن؟ مارق مظاهرة، يزيمه مظاهرة، مظاهرة ظاهرين وماشيين. يا جماعة ده كله يا جماعة، ومعاونة على هذا الأمر، ده كله يا جماعة من الباطل. وده يوريك فائدتين كبار جدا. الفائدة الأولى، أنا جايك تاني لعبد الحي ما خليناه لأنه قال كلمة خطيرة جدا وأنا أبدأ به. قال: جاء الإسلام وهذا الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو العدل بين الناس، ليعدل في رعيته ليقوم فيهم بالقسط، هذا الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع من أجل إقامة العدل بين الناس. الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، ده بتاع عبد الحي، وأنا جاي كلمة من الاثنين عشان أطلع على الفائدتين. الذي أنزلت من أجله الكتب وأرسلت من أجله الرسل، هل هو العدل بين الناس ولا التوحيد؟ مش التوحيد يا جماعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا شنو؟ طاغوت. أنا دار أديك فائدتين من الكلام. الفائدة الأولى، الناس ذي همهم، شوف الأعظم ليس الدعوة إلى التوحيد، وده ما خشينا جوا قلوب بما خرجت من كلمات من ألسنتهم. قال لك ده الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وإنت تستفيد تكون دعوتك التوحيد. شكي الهواري قال: لو رئيس التنظيم أمرك توقف محاضرة ولو كانت في تأصيل التوحيد. وأنا أذكر كنت أتكلم مع واحد قلت له: هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده ما تقوم، جماعة فضية، لكن الجماعة عند رئيس، الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد ما تقوم. قال توقفها، هل انتهى الوقت؟ هل هي آخر محاضرة؟ هل 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 إلى آخره؟ ما انتهى الوقت، لكن جاء من أقصى المدينة رجل شنو؟ يسعى، وأنت توقفه؟ هو يسعى توقفه؟ دي واحد. الفائدة الثانية يا جماعة، تعرف إنه الناس دي المخدوعين اللي بيقولوا دي العلماء، لأنه دي الآن فتنة ونازلة من النوازل، والعلماء عند النوازل والفتن يقدموا للناس الأحكام الشرعية الموافقة للكتاب والسنة، ويخرجون الناس بفضل الله وبإذن الله من الفتن، ويأخذونهم إلى بر شنو؟ الأمان، ولا يجعلون الناس يتخبطون في الفتن كحال هذين الرجلين. عبد الحي يوسف بسبب خطبته وعدم بيانه للحق، وبسبب هذه الفتن قام الناس في مسجده، في مسجده، يا ريت لو بين الحق وقاموا عليه ما يضرك بشيء. كنت عارف انه ما ديل الناس اللي بياخذوا الناس وينشلون من الفتن ومن البلاوي والتخبطات يقودون لبر الامان، ديل بيرمون في الفتن تماما. انت تقول انا ما داير جوطه في الجامع وتتكلم في الحاكم في الجامع في وقت الغلاء ارتفع والناس ضايقه والناس هايجه
وهؤلاء ويمرقون الناس مارقين ويمرقون دعاة الباطل للخروج وكذا وكذا وكذا، انت تيجي تتكلم ولا وكذا 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 وتهيج الناس. الموقف الثاني اللي بيدور علينا ده ما علماء ولا بمرقوا الناس يا جماعة اللي برا الأمان، موقف الهواري. الناس يوق جهلة سألوك عن المظاهرات تقسم لهم، والجاهل بيقسموها له، وكان في تقسيم بيقسموها له، هي ما في تقسيم ذاته، باطلة كلها مظاهرات باطلة، سلمية ما سلمية، مظاهرة لو شال شايلة وردة حرام في الشريعة ما بجوز. يا نصح قال لك ما بجوز علنا، لو ما نصح في النهاية عادة بتاعت كفار ونهينا عن التشبه بهم، مش انتهى الكلام؟ دل ما علماء يا ناس، هواري بتاع شنو يا أخي؟ دل الناس يا أخي من أجل نفخون، والله شباب نفخوه، عالم 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 عالم، وشيوخ كبار عندهم دعاة عندهم هن عندهم هن نفخون، زي شيخ أبو زيد، علماء زي ناس الهواري أولادي دل محمد العامي، سمعته مباشر من شيخ أبو زيد لما كنا معاهم، سمعته في مزيا الفتح قال ولدي محمد الأمين ده ما قام على الخروج والمظاهرات وما على التفجيرات والخروج وكذا والأشياء دي والحماسيات دي، وما تربى عليه كذي، ومحمد الأمين تربى عليه كذي، دعوة قامت عليه الباطل، لأنه ما قامت على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف. أما الأمين في المنبر بيقول الحكام ديل شجر الغرقد، صناعة يهودية، بقول حكام المسلمين شجر الغرقد وصناعة يهودية، ويا وزير المالية استقيل، ده في المنبر، والهواري تحت محمد الأمين لأنه ذاك النائب، وده تحت ده رئيس المجلس العلمي، مجلس علمي لا بيتكلموا في التوحيد كلام واضح شافي كافي، لا بينصحوا في النوازل النصيحة العلمية التي تخرج من أهل العلم. شكاي جماعة دي زمان بدري الألباني لخصها كلام فيها، قال ليس فيهم عالم واحد، جماعة أنصار السنة للجد قال ما فيهم عالم واحد، إنما بعض الناس له بعض الثقافة قال وبعض الأحكام وكذا خذا ثم قادوا هذه الجماعة. فالكلام يطول، وده كلام يدل على بطلان منهج هؤلاء الناس. واحد بيجاي يهيجوا له في جامعة ما سووا جابوا له هوا، ما داري هيج البرة، لكن الجوة جابوا له هوا لما هاجوا له شنو في جامعة، عشان كده طوالي قعد له في كرسي أحمر وشغل الكونتاك بتاع الأحمر، وقف الشغل شغل وكذا ومظاهرات وإلى آخره، كلام زي كلام. نسأل الله العافية والسلامة، ناس زي ديل ما يستمع لهم ولا يلتفت لهم، هذا بتاع اللخبطة ويلبسوا الحق بالباطل. الدستور السوداني أيضا المادة التي فيه يمكن حسب ما أعلم هي التظاهر السلمي المطالب بحقوق معينة، هذا الذي كفله الدستور. كون الهواري يقول الدستور أذن بالمظاهرات السلمية، يا جماعة الزول الدين ما بيأخذوا، يعني الدين ما بيأخذوا من دستور فلان أو علان، الدين يأخذه من الكتاب والسنة وما كان عليه شنو السلف. الدستور إذا أجازوا مثلا الغنى، إذا أجازوا الغنى قالوا الغنى بتصديق، يعني تطلع تصديق تسوي حفلة، هل الغنى جائز؟ هل جائز؟ كونه أجازوا الدستور إذا أجازوا المظاهرات السلمية، هل ده بخليك تقول كلام زي ده؟ وما ماذا تريد من هذا الكلام؟ عشان كده ده يدلل على كلام الشيخ الألباني، ناس ذي الناس شالوا بعض الثقافة بس، ما ده ذول دكتور يا جماعة، ذول بيسوي الخطبة من الهايبات، بيسوي الخطبة من الهايبات ده، ولا اسمه شنو؟ هايبات مش؟ شايل خطبته بشيله من ده، لما الصوفي قال له وأنا بتكلم من راسي وأنت بتتكلم من ده، حتى خدته. ده الصوفي قال لك ده ذول شايلين ثقافة، الناس قاعدين في بيئة يا جماعة انتم ما حاسين بالشغلة، انا حاسس بها عارفة، قاعدين في بيئة يا دكتور فلان ناس راغيين ومشيات وجيات مع ناس راغيين، البيئة بتاعت الغباشة بتاعتنا دي ما بقعدوا فيها كتاح. انت حصل شفت الهواري في حلقة، خالي عبد اللطيف شفته في حلقة، ناس قاعدين في بيئة معينة، كونه الفتوى يقسم لك ويطلع لك ثلاثة من المظاهرات ما من الخروج، ويجيب لك الدستور، المستمع من ناس البيئة دي البيئة الظريفة دي بيقول الزول ده فاهم، حتى الدستور شنو فاهمه، وده زول مثقف
وعائل اللي قال شنو كذا وكذا وكذا. دي الناس هذول هذول الدين الحق ده تقول الحق دستور بتاع شنو؟ احنا بنشيل الدين من الدستور ولا من الكتاب والسنة؟ من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف.